موجة حرائق عم تجتاح الأراضي الخضراء، ولكل منطقة صار في قصة، مع نيران عم تاكل الجبال وتهدد المنازل المجاورة وأرواح الناس. إنما الغريب كان بمنطقة حمات، هالبلدة البترونية اللي تعرضت بظرف أسبوعين لثلاث حرائق متتالية أكلت الجبال وقضيت على الأشجار الخضراء. ليبقى السؤال، هل هو افتعال أم إهمال؟ لحاله يشعل هون وهون وهون وهون، حدا مقصود أكيد، يمكن بيعملوا فحم بعدين ميبي. قمنا بهالليل الأناشي هذي، مين كيف ما بنعرف، في سيكورة وحدا مولع من عند الطريق من تحت. ايه هربت العالم، بعدت عن هب النار، ما وصلت على البيوت. ان وصلت نار لعمود التوتر، عم فيقونا بالليل. شعلي يعني ضو ضو، اخوتنا صرنا نركض بهالليل، وجاد دفاع المدني مقصودين صرنا مدي هيك الحرايق. الحريقه من نص الحرش، في ناس اوقات بيولعوها وبنشوفهم بالسيارات، بس من نقدر نلحقهم، منبلغ بس ما فيك تعرفي سياره عن بعد كيلومتر، شو بتعرفي شو لونها شو مواصفاتها شو كيف، لا رقم سياره ولا. بلدة حمات المطلة على قلعة المسيلحة وسيدة النورية، واللي بتحمل ما يكفي من المعالم السياحية والمناظر الطبيعية، لبست ثوب الجبال السوداء، والسبب لا يزال غير معروف. حرائق عم تتنقل من منطقة لمنطقة، ولبنان الأخضر هل رح يبقى أخضر؟ تصير حريقة يطفوها، شفتي كيف؟ هي الطريق يجي عن الأوتوستراد، من الأوتوستراد عم تطلع، يا حدا عم بيولع يا هي عم تاخذ بعضها او ما تكون طفيت. ضلت شي ساعتين طفوها اول مره، ثاني مره ضلوا اكثر كمان، ضلوا شي 3 ايام يمكن طفوا فيها. بس طفوها نقوم الصبح الاقيها والعه، حتى والعه يعني والعه من النص، مبين انه من النص عم تولع. اللي ولعت 11 بالليل، يعني اذا ازازي ما في شمس، اذا بيقولوا هن ازازي بس مستحيل ازازي تولع، واذا حدا كاب سيجاره مين بده يكب سيجاره على بعد 500 متر تتوصل. يعني حمات كمنطقه سياحيه وكل شيء، وفيها طبيعه كتير حلوه وكل شيء، عم بيشوهوا الطبيعه، طبيعه بحمات رح يضل لبنان الاخضر، لو احترقوا لو كل شيء رح ترجع العالم بترجع تزرعه وبيضل لبنان الاخضر. لبنان الاخضر، لبنان الأخضر، لبنان حلياني الدنيا حلياني.